الله يصبحكم بالخير. أتمنى تكون أموركم بخير. اليوم نلتقي لقاء الأخير في رمضان المبارك. إن شاء الله ربنا بيعيد علينا وعليكم دائما بالخير واليمن والبركات، وبرفع الهم والغم والبلاء عن المسلمين من حيث الوباء ومن حيث الاحتلال ومن حيث الحكام النذالين، الله ينتقم منهم. كل عام وانتم بخير يا اسلام. في محاضرة طبعا. طيب، المرة الماضية يعني تناولنا هذا ترانسفير فانكشن، هذا أخذناه المرة الماضية ورسمنا له السيجنال فلو جراف اللي له، وطريقة رسم السيجنال فلو جراف اللي اتبعناها هي صرنا مكررينها، هذا هو مكررينها مرتين. يعني الطريقة، المرة الأولى رسمنا سيجنال فلو جراف بس ما كان عندنا هاي الفورورد باز، يعني كان في عندنا بالترانسفير فانكشن البسط إله اللي هو ذا دينومينيتر ذا نيومريتر، البسط اللي إله كان عندنا بس في فورورد مقطع واحد، يعني فورورد باث واحد. الآن المرة الثانية رسمنا هذا اللي أمامكم اللي شفتوا نهاية المحاضرة المرة الماضية، وصار الحكي إنه هاتوا نفهم كيف بدنا نسمي ال state variables. الآن بالعادة state variables يا جماعة، إذا أنا بدي أضيف شوي على اللي حكيته المرة الماضية، إحنا ممكن على مخرج كل integrator، لاحظوا هون، وبتمنى إنكم فاهمين معي شو يعني integrators. الانتجريترز اللي هي المقاطع اللي فيها واحد على اس، هاي هذا integrator، وهذا أو اس قوة ناقص واحد أو اس ماينس 1. يعني لما يكون عندك اس هيك اس ماينس واحد هيك، هذا بنسميه أو واحد على اس هو نفسه، هذا الانتجريتر بالنسبة لنا. الآن ليش؟ لأنه زي ما حكيت لكم سابقا الانتجريشن في التايم دومين بكافئ القسمة على اس في الاس دومين. طبعا احنا راسمين السيجنال فلو جراف هذا بالاس دومين، فالواحد على اس بتعني لي انتجريتر. الآن الانتجريتر يعني بمعنى انه بتعطيك قيمة بعمل انتجريشن، فاحنا بنيجي على مخرج الانتجريتر. يعني وين مخرج الانتجريتر؟ يعني بعد السهم، لأنه الانتجريتر هو السهم، احنا يعني بنمثله بالسهم. فبنقول ماشي، على هذا السهم في عندي انتجريتر، معناته اللي بعده هو نتيجته، إذا هاي بسميها اكس واحد. يعني هاي اكس واحد هي عبارة عن المخرج تبع الانتجريتر هذا. لاحظوا الاكس اثنين هاي هي المخرج تبع هذا الانتجريتر، هون مخرج هذا الانتجريتر، واكس ثلاث هي مخرج الانتجريتر هذا، واكس اربعة يا جماعة هي مخرج الانتجريتر هذا اللي هون، مخارج الانتجريترز. طيب الآن بصفي عندي في، طب شو مدخل الانتجريتر؟ بما انه بيعمل لي انتجريشن هذا، معناته مخرجه كانت اكس واحد، معناته مدخله هون هاي هون احنا حاطين هذه، شايفين هذه لي اكس واحد برايم. ليش؟ اذا كانت الواحد على اس هي انتجريتر، معناته وخارج منها اكس واحد، معناته اللي داخل عليها مشتقة الاكس واحد، فكملتها طلعت الاكس واحد. طيب الانتجريتر اللي قبله هذا مخرجه بيعطيك اكس اثنين، معناته اللي داخل عليه اللي هو اكس اثنين برايم، هاي اكس اثنين برايم او دوت اللي مشتقة اكس اثنين. وكذلك الامر بالنسبة لهذا الانتجريتر، مدخله اكس ثلاث دوت اللي مشتقة اكس ثلاث، وهذا ايضا مدخله اكس 4 دوت، بجوز مش مبين كثير واضحه، بس هذه هون اكس 4 دوت. الان هيك بنكون حددنا وين موجودين الستيت فاريبلز اللي هم اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، وحددنا وين مشتقاتهم، هذا المهم في الموضوع، وين مشتقاتهم. الان يا جماعه بعد ما تحدد المشتقات هون، لاحظوا بدي اصغر شويه، بدك تكتب المعادلات. الآن بدك تكتب المعادلات. الآن المعادلات بنكتبها من السيجنال فلو جراف. لاحظوا معي هون، إذا هذه الإكس واحد دوت هاي، طيب الإكس واحد دوت وين هي؟
هي عبارة عن القيمة اللي واصلة على هاي الدائرة. طيب لاحظوا شو الأسهم اللي بتيجي على هاي الدائرة. في سهم أيو جاي من هون، لاحظوا هذا السهم، ولكن هذا السهم خارج من الدائرة، وهذا السهم اللي تحت أيضا خارج من الدائرة. إذا اللي جاي على هاي الدائرة هو سهم واحد. طيب شو قيمة هذا السهم اللي جاي عليك؟ لاحظ إنه أنت سميت هاي النقطة هون اللي مخرجه، مخرج الانتجريتر هذا، يعني لو بدي أنا بس أعيد رسم السهم هون، خارج من السهم اكس 2، فمعناته هذا الحكي بيعني لك إنه الاكس 1 دوت بتساوي اكس 2. إذا بتكتب المعادلة الأولى اللي هي اكس 1 دوت بتساوي اكس 2. طيب الآن لاحظوا احنا المعادلات اللي بدنا نكتبهم هي عبارة عن الديفرنشال ايكويشنز، اللي هي مشتقات ستيت فاريبلز، اللي سميناها ستيت ديفرنشال ايكويشنز، اللي بدنا نكتب معادلة لـ اكس 1 دوت، اكس 2 دوت، اكس 3 دوت، اكس 4 دوت. بس ليش بس لعند اكس 4؟ لأنه السيستم اللي عندنا هو فورث اوردر، يعني من الدرجة الرابعة. شو عرفك انه الفورث اوردر؟ إذا بتطلع هون على الترانسفير فانكشن هذا الأصلي، لاحظ هون عندك اس هو 4، فهذا الحكي طبعا احنا بنطلع على الكاركترستيك ايكويجن. الكاركترستيك ايكويجن هي البولينوميال اللي موجوده في المقام تبع الترانسفير فانكشن. بتطلع على اعلى درجه الاس فيها هاي 4، اذا عندك النظام هذا من الدرجه الرابعه. الان بالحقيقه شو بيعني لك انه النظام من الدرجه الرابعه؟ بيعني انه السيستم الفيزيائي، النظام الفيزيائي اللي انت عم تتعامل معه هو في أربعة energy storage elements أو أربعة independent energy storage elements، يعني في أربع عناصر لتخزين الطاقة، عشان هيك طلعت معاك المعادلة من الدرجة الرابعة. الآن لو كانت هذا السيستم بمثل مثلا دائرة كهربائية، إن كان إحنا بنتوقع إنه موجود فيها على سبيل المثال two inductors و two capacitors independent، ممكن لأنه الإندكتر هو بخزن طاقة، فإذا two inductors و two capacitors والكباستر ايضا بخزن طاقه، فهذا الحكي بيعني انه في عندك اربع انرجي ستورج اليمنتس. اذا كان النظام اللي بتتعامل معه نظام ميكانيكي، معناته ممكن يكون في النظام هذا موجود زمبركين على سبيل المثال زائد كتلتين، لانه الكتله بتعرفوا هي مخزن، هي مكان تخزين للطاقه الكتله. فعندك كتلتين بيعني انه في عندك عنصرين لتخزين الطاقة، وفي عندك زمبركين ايضا عنصرين لتخزين الطاقة، فبصير عندك اربع عناصر تخزين، فبتطلع معك المعادلة من الدرجة الرابعة. طبعا مش شرط اثنين اثنين، يعني ممكن يكون عندك ثلاث زمبركات وماس واحدة، ممكن يكون عندك ثلاثة ماسز وزمبرك واحد. فلذلك هذا اللي بيعني لك اياه انه من الدرجه الرابعه. الان اذا كان السيستم من الدرجه الرابعه بيعني انه في عندك بس اربع انرجي ستورج اليمنتس مش اكثر، اربع، فبيعني انه في عندك اربع ستيت فاريبلز، يعني عناصر تخزين الطاقه هم فقط اربع. لذلك انت بتكتب ستيت فاريبلز بيطلع معك اربع. وين كنا احنا؟ هيك كنا هذه خلينا نحط هذه هنا، يعني هنا كلنا الاكس 1 دوت بتساوي الاكس 2، هاي الاكس 1 دوت بتساوي الاكس 2. طيب الان لو جيت تكتب الاكس 2 دوت بنفس الطريقه يا شباب، هاي الاكس 2 دوت اللي هي واصله لهون، طيب هذه شو هي؟ هي كل اللي واصل هاي الدائره. طيب شو اللي واصل هاي الدائره؟ هذا السهم، هذا السهم. الآن هون معناته الأوتبوت اللي هون، هذا الأوتبوت اللي خارج من السهم هون سميناه X3. لاحظوا هذا السهم طالع هون خارج، وهون أيضا لفوق هذا خارج، معناته اللي واصل هاي الدائرة فقط هو اللي جاي من هاي الطريق، اللي جاي من هذا الطريق سميناه X3 هنا. إذا الـ X2 دوت بتساوي X3. طيب اذا بتكمل هون هاي الاكس 3 دوت شو بتساوي يا جماعه بنفس الطريقه؟ اكس 3 دوت شو بتساوي؟ اكس 4. اكس 4 تمام. طيب الاكس 4 دوت هون بدها شويه انتباه، الاكس 4 دوت شو بتساوي؟ نكتبها هون
ايش؟ ماينس 0 في اكس 1. طيب هذه خليني افرجيكم اياها، ماينس هذه شايفينها انتم هون، هذه هون. طيب خليني امسح كل شيء عملته هون. الآن بدي أكتب الـ x4 دوت، لاحظوا هذا الـ x4 دوت هون، فهي كل اللي واصل على هاي الدائرة. الآن شو اللي واصل على هاي الدائرة؟ مرة ثانية تفضلي يا صبي يلبك التحكي. واصل عليها بس ماينس A0 في X1. هذه ماينس A0، شو سوري على شو بس هذا، هذا السهم لاحظ ماينس اي 0 جاي من هون. طيب هذا السهم شو رايكم فيه؟ داخل برضو عليه النقطة ولا مش داخل؟ اه يا جماعة، بلا صح، إذا عندنا ماينس اي 1 اكس زائد ايوه ماينس A2 في اكس 3 ماينس A2 اكس 3 زائد ماينس A3 اكس 4 ماينس A3 اكس 4 بعرفش، بعدين بنحط يو في زائد اللي واصل من هون. لاحظوا هذا في واحد هون، وهذه اليو اوف اس بنعملها يو اوف تي. في حدا فيكم بحاول يحكي بس صوته ما بيوصل عندي واضح؟ مين؟ طيب هذه اذا بنحط هنا بلس يو اوف تي، لاحظوا انا هنا ما كتبتش اليو اوف تي، بس زي ما حكيت لكم في المرات السابقه هذه اكس 1 اوف تي، وهذا اكس 2 اوف تي، وهذا اكس 3 اوف تي، هذه اكس 3 سوري هي مش 2، وهي اكس 4 اوف تي، وهذه يو اوف تي. فاحنا اذا ملاحظين قاعدين بنستعمل السيجنال فلو جراف اللي هو عليه قيم في الاس دومين، نستعمله عشان نطلع معادلات في التايم دومين. والاكسات اللي سميناهم هون هاي اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 هي في التايم دومين، والاكس 1 برايم و2 برايم و3 برايم و4 برايم او الدوت هذه كلها هي في التايم دومين. بتعرفوا ما في عندنا اشتقاق اصلا في الاس دومين، في عندنا اشتقاق في التايم دومين. اذا احنا استعملنا السيجنال فلو جراف اللي مرسوم في الاس دومين عشان نطلع معادلات في التايم دومين. طيب الان لو قلت لكم طيب الواي، الواي اوف تي شو بتساوي؟ يعني لو بدك تكتب الاوتبوت هاي الواي اوف تي، لاحظ على الاسهم، لاحظوا ان الواي اوف تي شو اللي واصل على هاي الدائره هون. هون يا شباب لاحظوا انه واصلك بي 0 في اكس 1، يعني هون الجين اللي على السهم قيمته بي 0، والانبوت اللي على الجين هذا اللي هو اكس 1، اذا في عندك هون بي 0 اكس 1 زائد اللي واصل من فوق. لاحظ هذا السهم ايضا واصل اللي هي بي 1 في اكس 2 زائد اللي واصل من هون اللي هي بي 2 في اكس 3 زائد اللي واصل من هون هاي للبي 3 اكس 4 هاي بي 3 اكس 4. طبعا لاحظوا ممكن واحد يجي يقول لي طيب ليش هون مثلا ما اكتب بي 3 بدل ما اكتب اكس 4 اكتب اكس 3 برايم؟ من كلهم هي مزبوط، الاكس 3 برايم بتساوي الاكس 4، ولكن يا شباب ويا صبايا لاحظوا انه بكتابة هاي المعادله والمعادلتين او ثلاث معادلات اللي قبلها اللي اكس 3 دوت واكس 2 دوت واكس 1 دوت، وفي الاوتبوت واي اوف تي احنا بنحاول نطلع معادلات بدلالات ستيت فاريبلز مش مشتقات ستيت فاريبلز وبدلالات الانبوتس. لذلك ما بدنا يكون على الطرف اليمين من المعادلات كلهم اي مشتقات، بدنا على اليمين كله يكون هي عباره عن ستيت فاريبلز
والانبوتس سواء كلهم او جزء منهم او بعضهم يعني، ولكن على ان لا يكون عندنا في الجهه اليمين مشتقات، بدنا في اليمين يكون بس ستيت فاريبلز انفسهم والانبوتس. واضح الفكره يا شباب ويا صبايا؟ حد عنده تساؤل؟ طيب الان بدي اياكم تلاحظوا هون، بدي اكتبه في الماتريكس فورم. ممكن اجي اكتب المعادلات في الماتريكس فورم. طبعا ما تنسوا انه احنا كنا قبل شوي كاتبين x1 دوت بتساوي x2، وكان عندك x2 دوت بتساوي x3، وكان عندك x3 دوت بتساوي x4، وx4 دوت قبل شوي كنت كاتبها ما بدي اكتبه بتغلبني في الماوس هنا. ولكن لو بدك تيجي تكتب في الماتريكس فورم، لاحظ بدك تعوض هذول المعادلات في الماتريكس فورم، فبتيجي هنا بتحط مثلا دي على دي تي للx1 x2 x3 x4. هذا مما يعني انه المشتقه هاي لكل واحدة من هذول الأشياء، هيك وهيك وهيك وهيك، يعني dx1 by dt تحت dx2 by dt dx3 by dt dx4 by dt. الآن أو ممكن بدل ما تكتب هيك d على dt لكل هاي، ممكن تشيل d على dt هاي يعني تخفيها هيك بس، وتيجي هنا تكتب x1 دوت x2 دوت x3 دوت x4 دوت، يعني هيك بنفع معك تكتبهم نفس الفكره. الان هذه شو بتساوي؟ لاحظ بدك تعبر الان عن المعادلات. هذه x1 دوت بتساوي لاحظ x2 فقط، يعني هذا بتساوي 0 x1، لاحظ لما تقول x2 يعني 0 x1 زائد 1 x2 زائد 0 x3 زائد 0 x4 زائد 0 u of t. لحظة هذه u of t، احنا قلنا هذا ال x1 دوت بتساوي، الآن تأخذ المعاملات ل x1 و x2 و x3 و x4 في الترتيب وبتحطهم هنا ل 0 1 0 0 زي ما انتم شايفين، هاي 0 1 0 0. بعدين بالنسبة لل x2 هاي تأخذ أيضا نفس المعاملات، لاحظ المعاملة بتطلع معك 0 0 1 0، هاي 0 0 1 0، والمعاملات ل x3 بتطلع معك 0 0 0 1 هاي هون، والمعاملات عند x4 دوت تذكروا طلع معك هنا minus a0 minus a1 minus a2 minus a3 هي. طبعا هذول كلهم مضروبات في x1 x2 x3 x4، هذه على شكل فيكتور او عمود. لاحظوا هذه ماتريكس 3 ب او 4 ب 4 حسب عدد ستيت فاريبلز. هذا فيكتور طبعا في اربع عناصر، يعني بمعنى الرتبه تبعته هذا، هذا الرتبه تبعته اللي هي اربع صفوف وعمود واحد اللي هي 4 في 1 هنا عشان تعرف تضربهم. بعدين لاحظوا انا حطينا زائد 0 0 0 في يو اف تي. ليش هذا الزيروز؟ لانه لاحظوا الاكس 1 دوت ما فيها يو اف تي، فيها 0 يو اف تي، واكس 2 دوت هيا برضه فيها 0 يو اف تي، واكس 3 دوت فيها 0 يو اف تي، بس اكس 4 دوت فيها يو اف تي واحده، فعشان هيك بيطلع معك 0 0 0 1 هنا في يو اف تي. طيب الان هذه المفروض انه الماتريسيز بتعرفوا تتعاملوا معها وبتعرفوا تبنوها وبتعرفوا تفكوها. يعني الان لو جينا قلنا لك شو بتساوي دي اكس 1 باي دي تي من هاي الماتريكس، بتيجي بتقول لي هذه بتساوي 0 بتضربها في اكس 1 اللي هي 0، بعدين 1 في اكس 2 بينهم زائد طبعا، يعني بمعنى 0 اكس 1 زائد 1 اكس 2 زائد 0 اكس 3 زائد 0 x4، فهذا كله على الفاضي بيعطيك بس x2 زائد لاحظوا هون 0 u of t، هذا عشان توجد ال dx1 by dt او اللي هي x1 دوت. طب عشان توجد ال x4 دوت هاي
لاحظ شو بتعمل، تيجي على هون الصف الأخير هذا أو العمود الأخير، هذا بدك تاخذ هذا، سوري الصف الأخير هذا، وبتيجي بتقول ماينس A0 في X1 تضربها زائد ماينس A1 في X2 زائد ماينس A2 في X3 ماينس A3 في X4 بعدين بلس 1 في U of T. فهذه هي طريقة الاحتساب أو فك الماتريس الماتريسيز هذه الماتريكس عشان تطلع منها القيم ال x1 وال x2 x1 دوت x2 دوت x3 دوت x4 دوت. طيب كذلك الامر بالنسبه لل y، هون لاحظوا ال y كنا بتساوي هون في حالتنا بتساوي b0 في x1 زائد b1 في x2 زائد b2 في x3 زائد b3 في x4، ولما تكتبها بتحط عندك هنا رو يوصف في b0 b1 وb2 b3 اللي هي معاملات الاكسات، وهنا عمود x1 x2 x3 x4. لو قلنا لك شو بتساوي الواي اوف تي هون فكها، فبتقول هذا مضروب في هذا زائد هذا مضروب في هذا زائد هذا مضروب في هذا زائد هذا مضروب في هذا، فبيطلع معك المعادله. طيب اذا لاحظتوا بتصور انه قدرنا اذا من الترانسفير فانكشن هذا نرسم سيجنال فلو جراف. الان طريقه الرسم اللي اتبعناها هيها، وما تنسوا انه اتبعنا طريقه ايش، حطينا الدوائر هذول اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 دوائر. السبع دوائر يعني لنا هون انه في عندك ست مقاطع، هاي مقطع هاي اثنين هاي ثلاث هاي أربعة هاي خمسة هاي ست مقاطع. منين جبنا الست مقاطع هذولا؟ لاحظ لما ترجع لهاي المعادلة، وأنا في عندك S2 minus 4 أو بلاش هذه، لما ضربناها كلها البسط والمقام في S2 minus 4 بتيجي على هذا أكبر حد أو أطول حد هون اللي هو فيه أكثر عدد من الانتجريترز اللي هي S2 minus 4. فلاحظ عندك أربعة انتجريترز اللي هي S2 minus 1 في S2 minus 1 في S2 minus 1 في S2 minus 1، هاي أربع مقاطع. والبي 0 بدك تحطها ايضا جين، هاي مقطع خامس. وفي عندنا واحد حطيناه في البدايه عشان بس نبعد هاي المسمى هذا، يعني هون لاحظوا اليو اوف اس بدل ما نحطه هون مباشره حطيناه هون وحطينا هون واحد. فهذا اللي خلى عندي ست مقاطع اللي هو لاحظوا هاي انتجريتر 2 3 4 والبي 0 هي 5، وهذا احتياطا حطيناه هون عشان الرسمه تطلع اوضح. فهذا اللي خلى يطلع عندي ست مقاطع. الان كان في عندي أربعة فورورد باز اللي هو هذا أول واحد اللي حكيت عنه اللي هو بي 0 في S2 minus 4. في عندي كمان هذا الفورورد باث اللي قبله اللي هي مشينا هيك 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 وبعدين نطينا من هون. فلاحظوا لما نطينا تجاوزنا الانتجريتر الرابع هذا، فبظل عندي ثلاثة انتجريترز اللي هو بصير عندك بي 1 في S2 minus 3. الباث الثالث اللي هو مشينا هيك، هاي الانتجريتر الأول هذا الثاني، وبعدين قفزنا في بي 2 للاوتبوت، فبصير عندك بي 2 في اس 2 ماينس 2. والباث الرابع اللي هو مشينا هيك لحد هون وهون قفزنا، فبيطلع عندك بي 3 في اس 2 ماينس 1. بالنسبه لل الفورورد الفيدباك لوبس، هاي في عندي في المقام هون الفيدباك لوبس، لاحظوا ايوه هذه A3 اس 2 ماينس 1، هاي اول في لاحظوا هذا الواحد اللي هو تبع الماسونز جين فورمولا واللي احنا اصلا حققناه نتيجه انه ضربنا البسط المقام هنا في S2 minus 4 فاعطانا الواحد، لانه احنا بدنا الواحد. الان الفيدباك لوب الاولى اللي هي الجين تبعها لازم يكون ماينس A3 في S2 minus 1 عشان ماينس في ماينس بتصير بلس. اللوب الثاني فيها ماينس A2 S2 minus 2، الثالثه ماينس A1 S2 minus 3، بعدين ماينس A0 S2 minus 4. فجينا رسمنا هاي اللوبس او الفيدباك لوبس على الانتجريتر الاول من جهه شمال، هذا عملنا عليه اللوب الاولى في ماينس A3، بعدين تو انتجريترز عملنا عليهم اللوب الثاني، بعدين 3 انتجريترز عملنا عليهم اللوب الثالث، بعدين 4 انتجريترز عملنا عليهم اللوب الرابع. واللي لاحظناه المره الماضيه انه هذا الجزء هذا، يعني خليني شوي اوضح لكم هذا الجزء المقطع من هون لهون، لاحظوا هذا مقطع كثير مهم برسمتنا هاي.
ليش؟ لأنه لاحظوا هذا المقطع بالذات هو مشترك ما بين الأربعة فورورد باثز، كل الأربعة فورورد باثز بتمر فيه، وأيضا مشترك ما بين كل الفيدباك لوبس، يعني الأربعة فيدباك لوبس أيضا مشتركة فيه، مما يعني إنه الأربعة فيدباك لوبس هذول اللي عندك هون كلهم بيلمسوا بعضهم. لاحظوا هاي كل الأربعة فيدباك لوبس كلهم بيلمسوا بعضهم بهذا المقطع، وكمان كل الفورورد باثز، يعني كل واحد من الأربع فورورد باثز بيلمس الأربعة فيدباك لوبس في هذا المقطع. لذلك هذا خلانا نقدر نطبق الماسنز جين فورمولا بشكل بسيط. طيب الآن الشيء الآخر اللي بحب أذكره، إنه لاحظوا ممكن واحد يجي يقول طيب أنت رسمت السيجنال فلو جراف بهذه الطريقة، بس أنا ممكن أرسم السيجنال فلو جراف بطريقة مشابهة وأعبر عن نفس الترانسفير فانكشن هذا. يعني المهم إنه الترانسفير فانكشن هذا نرسمه. واحد ممكن يجي يقول طيب أنا بدي أرسم بطريقة ثانية، يعني ليش أنت رسمت هيك بدل ما أنا أرسم بهذا الاتجاه؟ ممكن مثلا هذول الفيدباك لوبس كلهم أخليهم هنا، الفورورد باز ممكن أبلش قفز هون وبالآخر أخفف من كله. ماشي ماشي ماشي. السيجنال فلو جراف ممكن نرسمه بطريقة مختلفة. هذه الطريقة اللي استعملناها هون واستعملناها المرة الماضية يا شباب، هذه لها اسم بنسميها الفيز فاريبل كانونيكال فورم. لاحظوا الاسم فيز فاريبل كانونيكال فورم، وبدي اياكم تفهموا كيف بيرتسم الفيز فاريبل كانونيكال فورم. ليش؟ لانه ممكن اعطيك ترانسفير فانكشن زي هيك واقول لك ارسم لي السيجنال فلو جراف منه باستخدام طريقة الفيز variable canonical form، لأن بدك تكون قادر على إنك ترسمه بهذه الطريقة. كيف تيجي بعد ما هذا تضربه في S2 minus 4 اللي هو بتطلع على أعلى حد للإس في المقام، وبتضرب في عكسه اللي هي S2 4 بتضرب في S2 minus 4 ويطلع معك هذا التيرم. بتيجي بترسم الفورورد باثز، بتمسك هذا أطول فورورد باث هذا انتجريتر، وبتيجي بتحط في البداية جين، بعدين بترسم الانتجريترز، بعدين في النهاية بتحط البي زيرو، يعني البي زيرو بتطلع في النهاية والبي واحد هنا في النهاية والبي اثنين في النهاية والبي ثلاث في النهاية. إذا رسمت بهذه الطريقة وجيت حطيت الفيدباك لوبس كلهم على الانتجريتر الأول من جهة الشمال، فبيكون أنت عم ترسم باستخدام الفيز فاريبل كانونيكال فورم. الآن ليست هذه هي الطريقة الوحيدة عشان ترسم سيجنال فلو جراف. لذلك يا شباب ويا صبايا، السيجنال فلو جراف هو ليس تمثيل فريد لأي نظام فيزيائي. يعني بمعنى هاي احنا بنقول لك هون لاحظ الفيجر اللي رسمناه is not a unique representation of the system، هو ليس تمثيل فريد للسيستم اللي بنتعامل معه. يعني بمعنى بنقدر نرسم الترانسفير فانكشن بسيجنال فلو جراف آخر. طبعا المعلومه اللي بحب انا اكد لكم عليها انه الترانسفير فانكشن نفسه، الترانسفير فانكشن لاي سيستم هو عباره عن تمثيل فريد لهذا الترانسفير فانكشن، يعني ما في تمثيل غيره. ولكن يعني بمعنى لو قلت لك اوجد لي الترانسفير فانكشن لاي نظام من الانظمه، لاحظوا يا شباب يا صبايا، اذا بقول لكم للصف كله اوجد لي الترانسفير فانكشن للسيستم، كلكم كل واحد فيكم ممكن يبلش يحل بطريقة مختلفة، ولكن إذا حليته صح كلكم لازم ترجعوا لنفس السيستم، كلكم لازم ترجعوا لنفس السيستم. الآن إذا طلع عندكم أشياء مختلفة بس حلين صح، بتكون هاي الأشياء المختلفة هي عبارة عن اختلافات. ممكن يكون عندك البسط مضروب في اثنين، المقام مضروب في اثنين، او اشياء زي هيك، يعني اختصارات بترجعنا لنفس الوضع. ولكن المفروض كلكم يطلع عندكم نفس الترانسفير فانكشن لنفس السيستم. الان الشيء اللي مش مفروض كلكم تطلعوا مثل بعض، لو قلنا لك لهذا السيستم ارسم لنا السيجنال فلو جراف، بصراحه ممكن يطلع معكم سيجنال فلو جرافز مختلفه. يعني ممكن كلكم كل واحد فيكم يطلع سيجنال فلو جراف مختلف عن الثاني. فهمتوا علي شو اللي حكيته؟ طيب هذا انا هون بس فتحت لكم على الكتاب عشان تشوفوا بس المعادلة بشكل اوضح.
راح اللي كنا نرسم فيه هذا. لاحظوا هذا، وهذا الطريقة اللي رسمنا فيها للفيز فاريبل كان هناك الفورم اللي انتم بتشوفوها هون، هاي الرسمة اللي رسمناها سيجنال فلو جراف. طبعا هون في الكتاب راسم لكم البلوك دايجرام اللي بيمثل هذا السيجنال فلو جراف، يعني نفسه ولكن مرسوم بالبلوك دايجرام مش بالسيجنال فلو جراف. طيب الان هون اللي بدي اقول لكم اياه، انا ممكن واحد يجي يقول انا بدي ارسم هذا السيستم نفسه النظام ولكن باستخدام طريقه مختلفه، بقول لك طلع معي انا بدي ارسم لكم اياه الان هيك. وهون يا شباب بدي ابلش بالشكل التالي، هاي بدي احط دائره هون. لاحظوا ممكن واحد يجي يقول بدي احط دائره هيك، خلينا نغير اللون هيك. وبدي ارسم بعدها الخط هذا، بدي اياكم تلاحظوا اني هون بدي اعمل الان عدد مقاطع زي اللي حكيت لكم عنه. عدد المقاطع بدي اطلع هون، لاحظوا هاي هون عندي البي 0 في اس 2 ماينس 4، ففي عندي اربع انتجريترز يعني اس 2 ماينس 1 في 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 بي 0، هاي بصير الخامس، وبدي اخلي واحد احتياطا، فبدي اعمل ست مقاطع. هاي كبيرة طلعت الدائرة، هاي النهاية تبعتنا هون، وهاي بدي أعمل واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. لاحظوا صار عندي ست مقاطع هون، اللي هو هذا واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة. الآن بدي أرسم بالطريقة التالية، لاحظوا بدي أخذ هذا أول واحد وأرسمه، بديش أرسم زي ما رسمت في السابق، يعني بديش أخلي البي زيرو في الآخر هون، كنا حاطين البي زيرو، بدي أحط البي زيرو هون. وهنا بدي احط الانتجريتر الاول اس 2 ماينس 1، وهنا الثاني، وهنا الثالث، وهنا الرابع، وهنا واحد. لاحظوا هذا اللي رسمته الان هو عباره عن فورورد باث واصل من عند الانبوت اللي هو يو لعند الاوتبوت اللي هو واي، وقيمه الجين تبعه بتساوي بي 0 اس 2 ماينس 4 اللي هو بيمثل هذا. الآن بدي أرسم هذا بي 1 في اس 2 ماينس 3، لاحظوا بدي أبلش من هون، بما إنه بلشت البي 0 هذا هون، بدي أبلش البي 1 هون، وبدي أنط هيك، بدي أفلت أول انتجريتر، لاحظوا علي، أحط هون أجين وأسميه بي 1، فصار عندي الفورورد باث الثاني اللي هو هيك، وبتكمل، لاحظ لما تكمل في عندك 3 انتجريترز، فبعطيك اس 2 ماينس 3 في بي 1، هيدا اللي اعطاك بي 1 اس 2 ماينس 3. طيب لما بدك ترسم هذا شو بسوي هسه يا جماعه؟ بي 2 اس 2 ماينس 2، بدي اطلع من هون من عند اليو واقفز وافلت كمان انتجريتر واحط هون اجين واسميه بي 2. فلاحظوا صار عندي الفورورد باث هذا اللي هو عباره عن بي 2 اس 2 ماينس 2 هي، والفورورد باث الاخير هذا اللي هو بي 3 اس 2 ماينس 1، فمن هون برضه بتعمل هيك بتيجي على هذا الانتجريتر وتحط هنا بي 3، فيصير عندك بي 3 اس 2 ماينس 1. الان الفيدباك لوبس، لاحظ بالفيدباك لوبس بالعاده بنبلش من الاتجاه العكسي وبناخذ هذا بالاول، لاحظ هذا A3 S2 minus 1 S2 minus 1 بدك انتجريتر واحد،
خذ اخر انتجريتر على ايدك اليمين هذا هايو واعمل عليه هيك واكتب عليه هنا ماينس اي 3. هلا بصير عندك الجين تبع هاي اللوب اللي هي ماينس اي 3 اس 2 ماينس 1 مع الماينس الموجوده اصلا، فبصير عندك بلس اي 3 في اس 2 ماينس 1. الان الانتجريت سوري الفيدباك لوب اللي قبلها هذه اللي هي فيها اس 2 ماينس 2، فانت بتاخذ الان 2 انتجريترز اللي هو هذا وهذا وبتعمل الفيدباك لوب من هون هيك وتحط على هذه ماينس اي 2. لاحظوا واللي قبلها A1 فيها، فبتعمل من هون وبتيجي هون وتحط على هذه ماينس A1، واللي قبل هذه اللي هي A0 في S2 ماينس 4 هيك هيك، هذه ماينس A0. لاحظوا ماينس A0 S2 ماينس 4، ليش؟ لأنه هاي الفيدباك لوب بتمشي هيك وبتكمل S2 ماينس 1 S2 ماينس 2 3 4. فهيك بتكون انت رسمت السيجنال فلو جراف بطريقة أخرى، يعني وكأن عكسنا في الأولى الطريقة الأولى اللي كنا نشتغل عليها المرة الماضية واللي اشتغلت عليها قبل شوية هذيك سميناها الفيز فاريبل كانونيكال فورم. هاي الطريقة بنسميها الانبوت فيد فورورد كانونيكال فورم. هلا بسميكم بفرجيكم اسمها مكتوب اللي هو الانبوت فيد فورورد. الان شو بتختلف عن هذيك؟ انه خلينا الجينز اللي هي بي 0 وبي 1 وبي 2 وبي 3 في البداية وخلينا الانتجريترز في النهاية بعد ذلك. طيب الان هذا السيجنال فلو جراف والسيجنال فلو جراف اللي قبله اللي هو مختلف عنه، كلاهما بيمثلوا نفس الترانسفير فانكشن، يعني بيمثلوا نفس السيستم نفس النظام الفيزيائي. طيب بهذا السيستم الان بيجي واحد بيقول لك هذا سيجنال فلو جراف كيف بتحدد ستيت فاريبلز؟ بنقول لك بنفس الطريقه، تعال على اخر انتجريتر من جهه اليمين هون وعلم هون الاوتبوت تبع المخرج هذا، انا بحب احط شحطه هيك وهذا بسميه مثلا اكس 1 والانتجريتر اللي قبله مخرجه سميه اكس 2 والانتجريتر اللي قبله سميه اكس 3 مخرج تبعه والانتجريتر اللي قبله سميه اكس 4. لاحظ عندك اربع ستيت فاريبلز مش اكثر. الان طيب شو المداخل او وين الديفرنشيشن للستيت فاريبل؟ بتقول اذا هذا لو مدخل هذا الانتجريتر هو اكس 1 دوت ومدخل هذا الانتجريتر اذا كان الاوتبوت تبع الانتجريتر اكس 2 هذا فمدخله لي اكس 2 دوت وهذا الانتجريتر هون اكس 3 معناته المدخل هون اكس 3 دوت وهنا x4 يعني هنا x4 دوت. طيب الان بعد ما حطيت هاي التسميات فيك انت تيجي وتقول بدي اكتب المعادلات الان اللي بتمثل المشتقات تبعات ستيت فاريبلز. فهنا بتيجي بتقول x1 دوت، لاحظوا هذه بتساوي كل اللي داخل على هاي الدائرة، يعني x1 دوت هي هون، يعني بتساوي كل اللي داخل على هاي الدائرة. الآن بدي اياكم تنتبهوا لاتجاهات الأسهم كيف صارت عندنا. لاحظ هون في عندك سهم داخل من هون عليه x2، فإذا x1 دوت بتساوي x2 زائد اللي داخل من هاي الجهة. لاحظ عندك شيء داخل من هاي الجهة، شو هو؟ اللي واصل لهون. طب شو اللي واصل لهون؟ لاحظ السهم هذا عليه جين ماينس a3 واللي قبل السهم هون اللي هي x1، لاحظ هذا x1 هي نفسها بتيجي هون وبتيجي هون وبتيجي هون، يعني بتيجي على كل هدول الاشياء. اذا هون هون اللي واصلك من الجهه التحتانيه هذه هو ماينس a3 x1. طب لاحظوا كمان في سهم جاي من هون هيو. طب شو اللي واصل هون عشان يدخل على هاي النود؟ اللي هو هذا الجين b3 مضروب في الانبوت اللي في u of t، اذا b3 في u of t. اذا صار اللي واصل هون كله اللي هو بيساوي x1 دوت بتساوي، لاحظ بدي اكتبه بالترتيب، اللي هو ماينس a3 في x1
واللي واصلك من هون هذا دغري في زائد A2 زائد X2، واللي واصل يا شباب ويا صبايا من الجهة الفوق الخط الأحمر هذا اللي هو زائد، لاحظوا B3 في U of T زائد B3 في U of T. معلش طلعت يعني مش كثير واضحة. طيب الآن بنفس الطريقة فيك تكتب الـ X2 dot، الـ X2 dot هذه هيها هي عبارة عن اللي واصل لهون، اللي هو واصل لهي النود. شو اللي واصل لهي النود يا شباب ويا صبايا؟ لاحظوا انه في عندي ثلاث اسهم بتوصل على النود، انو فيكم بقدر ينقلني اياهم؟ في حدا متبع معي؟ دكتور تفضل يا اسلام. ماينس A2 X1 ماينس A2 X1 صحيح، وكمان في عندنا B2 في يو تي B2 في U of T صحيح. في عندي اللي جاي من هون هذا هاد X3 تمام. إذا بصير عندي ال X2 برايم هون، هاي X2 هاي مش 3 هاي X2 برايم اللي بتساوي ماينس A2 في X1 اللي جاي من هون زائد X3 اللي جاي من هون زائد اللي جاي من هون اللي هو B2 في U of T تمام. طيب ال X3 برايم هي عبارة عن كل اللي واصل لهون، مين بده يحكي لي شو بتساوي ال X3 برايم؟ هيا شباب يا صبايا في حدا فيكم كمان معي غير اسلام؟ دكتور احكي. ماينس A1 X1 ماينس A1 X1 نفس الترتيب اللي قبلها نمشي زائد X4 زائد X4 زائد B1 في U T زائد B1 في U of T ممتاز. طيب ال X4 دوت هاي كل اللي واصل هون شو بساوي ال X4 دوت؟ ماينس X1 والله يا اسلام انت نائب عن الصف، تفضلي. ماينس اي 0 اكس 1 زائد بي 0 يو تي يو تي زائد بي 0 في يو اف تي فقط. ممتاز. طيب يا اسلام يلا بما انك صرت متغلبي، اليو اف تي الواي اوف تي شو بتساوي؟ بتساوي كل اللي واصل على هاي النقطة اكس 1 السهم الواصل بس X1 هاي X1 لهون معناته اللي واصل لهون X1 مضروبة في واحد، إذا ال Y of T بتساوي X1 فقط. تمام شكرا لك يا إسلام. هذه بدنا نمحك كل شيء، بدي أقول لكم هذه الطريقة اللي مثلنا فيها الآن هي بنسميها الانبوت زي ما حكيت لكم قبل شوية input feed forward canonical form، مش هاي الطريقة هاي الأولى. يلا 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 هاي الاسم input feed forward canonical form وهاي المعادلات هاي في الماتريكس فورم كتبناها. لاحظوا هاي المعادلات اللي طلعت معنا هون اللي x1 دوت بتساوي ماينس a3 x1 بلس x2 بلس b3 في u، والx2 دوت طلعت هيك والx3 دوت والx4 دوت طلعوا هيك. هذول لما نكتبهم في الماتريكس فورم
فيك تعبر هيك دي اكس، لاحظوا الاكس هون معمولة بخط عريض، شايفين انتم على الشاشة؟ لا دكتور راحت. هسه شفتوها مزبوط؟ هاي المعادلات وهاي بنكتبها في الماتريكس فورم. شايفين الشاشة معي الآن؟ دكتور طيب لاحظوا هذا دي اكس باي دي تي، هون الاكس معمولة بخط عريض، هاي الاكس يعني بمعنى لي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 فوق بعض بتساوي، لاحظوا هنا بناخذ معاملات، اول شيء معامل اكس 1 هيو هون هذا لحاله، وبعدين الاكس 2 معاملها واحد هيو، بعدين الاكس 3 والاكس 4 معاملاتهم اصفار، هاي الاصفار هاي صفر وهي صفر كمان. لان نيجي للمعادله الثانيه، لاحظ عندك الاكس 1 ماينس اي هون ماينس اي 2 بعدين صفر بعدين واحد بعدين صفر، المعادله اللي بعدها ماينس اي 1 هيها، ولاحظ عندك الاكس 2 والاكس 3 معاملاتهم اصفار اصفار صفر صفر بعدين واحد، والاكس 4 اللي هي ماينس اي 0 بس وبعدين صفر 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 هذا في اكس، بعدين زائد البي 3 بي 2 بي 1 بي 0. وليش هذا البيز؟ لانه لاحظ هنا اكس 1 دوت فيها بي 3 واللي بعدها فيها بي 2 واللي بعدها فيها بي 1 واللي بعدها فيها بي 0، فبيطلع معك هيك بشكل عمود في يو اوف تي. الان هون اذا بدك تفك هاي الاقواس يعني دي اكس 1 باي دي تي بتساوي ماينس اي 3 في اكس 1 زائد اكس 2 زائد بي 3 في يو اوف تي، وهكذا زي ما حكينا سابقا. طيب هذه هي اذا الطريقه الثانيه للتمثيل. نرجع للنوت بوك اللي كنا نشرح عنه، هذا عندنا يا شباب اللي هو الاسم اللي هو هي الانبوت فيد فورورد كانونيكال فورم، هذه طريقه التمثيل، وهذه هيك سمينا الستيت فاريبلز هون اذا بتطلعوا، هاي اللي خارج من الانتجريتر الاخير على جهة اليمين اكس 1 واللي قبله اكس 2 هذه هنا واللي قبله اكس 3 هذه هون واللي قبله اكس 4. طبعا هون حاطين وحدات هذه بس يعني بتقدر مرات تحط الوحدات من عندك رسم اضافي بس ممكن ما تلزمكيش بصراحة، يعني انا في البداية لما بقيت اشرح للطلاب بقيت احط هذا الواحد بنخليه يعني، بس هذا الواحد ما له داعي وهذا الواحد ما له داعي وهون ما له داعي، فممكن تشيلهم زي ما رسمت انا قبل شوي وشفتوا الرسمه. هذه واحد على اس، لاحظوا هنا واحد على اس، هذه اللي اس 2 ماينس 1، وهي واحد على اس وهي واحد على اس وهي ايضا واحد على اس، فهم هذول اللي بيلزمون الاربع انتجريترز، مخارجهم بتسمي ستيت فاريبلز، بتبلش من الاقصى اليمين اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 يعني عوده للشمال، وبعدين المدخل كل انتجريتر بصير هو مشتقة ستيت فاريبل، وبعدين بتكتب المعادلات من السيجنال فلو جراف اللي امامك، بعدين بتحولها للماتريكس فورم. طيب هيك بنكون هاي الطريقة الثانية شفناها. الآن بصفي في عندي هذا اكزامبل، لاحظوا لي هون يا شباب بكل اكزامبل 3 2 A single loop control system is shown in the following figure. المطالب هنا اولا determine the closed loop transfer function of the system، سمي t of s يعني سمي ال y على ال u t of s. طيب بعدين بقول لك ثاني put t of s in the form of Mason's formula، يعني بعد ما تطلع transfer function هون حطه على شكل Mason's formula. يعني شو يعني شكل Mason's؟ يعني خلي في المقام عندك في المقام واحد زائد او ناقص اشياء، واحد زائد او ناقص. طيب الشيء الثالث المطلوب بيقول find the state differential equation
and the output using the phase variable canonical form. يعني بدك تستخدم الطريقة الأولى. إذا بدك تطلع المعادلات لـ x1 dot و x2 dot و x3 dot و x4 dot حسب، بجوز يطلع معك x3، بجوز يطلع معك x4، بجوز يطلع x5 حسب لما تطلع transfer function تبع هذا السيستم. فاستعمل الفيز variable canonical form عشان تطلع state differential equation والoutward equation، بدك تحطهم في matrix form. والمطلوب الرابع اللي هو بدك تكرر ثلاث ولكن باستخدام شاشتك راحت. نعم الشاشة راحت، مش شايفين الشاشة عندي هسه؟ لا لا ورا واحد فيكم شايف بلا موجودة، جزء الخلل من عنده موجود الشاشة. مين اللي حكي؟ أحمد؟ انا شاشة سوداء موجودة، بجوز بحاجة، بجوز النت عندك شوي بطيئة صارت. إذا بتعمل ريفرش بتبين عندك، بما إنهم الباقيين شايفينها بيكون الخلل عندك يا أحمد. ماشي. طيب يا شباب ويا صبايا، إذا المطلوب هنا الرابع اللي هو بدك توجد state differential equation اللي بدك تطلع x1 dot x2 dot x3 dot وهكذا والاوتبوت ايضا، ولكن باستخدام ايش المره هاي؟ انبوت فيد فورورد كانونيكال فورم. اذا انا استخدم الطريقتين. طيب الان اول شيء دائما انت لو انا ما طلبت منك المطلوب الاول والثاني بس طلبت منك الثالث والرابع، بشكل تلقائي انت لازم توجد الاول والثاني. الاول اللي هو هذا اللي هو توجد الترانسفير فانكشن. الان بدي اياكم تنتبهوا يا شباب ويا صبايا، ما تبلش تشتغل على هذا الترانسفير فانكشن، هذا مش الترانسفير فانكشن للسيستم. اللي بدنا اياه احنا اللي هو الواي على اليو، وهذا لاحظوا في عندك فيدباك هنا. في الفيدباك هنا بتقدر تستخدم طريقه الفيدباك. لاحظوا هذا كله اسمه جي او اس، هذا اسمه جي او اس، وهنا عندنا فيدباك الجين تبعه واحد ما في شيء. فلذلك بتقدر ببساطه تقول الترانسفير فانكشن تبعك اللي هو بيساوي الواي على اليو بيساوي الجي اللي هو الفورورد هذا على واحد زائد، لانه هاي الاشاره ناقص، بما انه هاي ناقص استعمل هنا زائد ايش اللي هو حاصل ضرب الفورورد في الفيدباك. الفورورد اللي هو جي والفيدباك اللي هو واحد، فاذا جي بس. طيب واضحه هاي النقطه ولا ما بتعرفوها؟ هيك بتوجد الترانسفير فانكشن لهذا السيستم زي ما شفتوا لما شرحنا اللي هو البلوك دايجرام ريدكشن او ترانسفورميشنز. الفيدباك هيك بنعمله، وشرحناه في الماتلاب وشرحناه في اكزامبلز كثيره. طيب اذا تي اوف اس بتساوي جي على 1 زائد جي. الان بتعوض محل الجي، لاحظوا الجي حطينا محل هذا كله هسه، وعلى واحد زائد جي اللي هو عملنا التبسيط احنا بصراحه يعني مباشر، لانه هنا الواحد زائد جي بدك هذا تجمع له واحد. لما بدك تجمع له واحد بدك توحد المقامات، يعني هذا كله زائد واحد بدك توحد مقامات فيه، اللي هو بصير عندك ل اس في اس زائد 2 في اس زائد 4 زائد 2 في اس زائد 1 في اس زائد 3 كله مقسوم على هذا المقام، هذا بدل الواحد زائد جي. طيب بعدين بتعمل اختصاراتك لانه بيطلع عندك مقامين متشابهات اللي هو المقام الاول والمقام الثاني، لانه في البسط في عندك بسط مقام وفي المقام في عندك بسط مقام، فبيطلع المقامين متشابهات بتختصرهم مع بعض وبيضل عندك هيو هذا على هذا. الان هذول لما بتفكهم لاحظوا انا اثنين بتضرب اثنين في اس واثنين في الواحد، والنتيجه عندك بتضربها هون بتفك يعني الضرب هذا، فبيطلع معك 2 اس تربيع زائد 8 اس زائد 6، وهنا في المقام بيطلع معك هون نفس الشيء زائد بتفك هذول ايضا، لا هذول اللي هم نفس الشيء اللي فوق هذول بتفكهم، فبيطلع معك في المقام لي اس تكعيب زائد 8 اس تربيع زائد 16 اس زائد 6. هذا الحكي المفروض انه كل واحد فيكم يتاكد انه بيقدر يوصل لهي النتيجه بدون اخطاء، لانه بصراحه اذا اخطات هون كل الشغل اللي بعد هيك مبني على هذا، فبيطلع معك كله السيجنال فلو جراف اللي بدك ترسمه غلط، بيطلع معك
ستيت فاريبلز مواقعهم غلط، بعدين بتكتب ستيت ديفرنشال ايكويشنز بيطلعوا غلط، والاوتبوت بيطلع غلط ايضا. لذلك بدك تكون متاكد انه من رسمي زي هيك تقدر تطلع الترانسفير فانكشن بدون ما تغلط. اذا غلطت بتكون غلطت قبل ما نبلش نحل، وبكون بقيه حلك كله على الفاضي. طيب اذا من هون يا شباب ويا صبايا، الترانسفير فانكشن اللي لهذا السيستم هو هذا. هذا طيب. الان بعد ما طلعته بيجي بقول لك المطلوب الثاني put t of s in the form of Mason's formula، يعني بمعنى هون بس على هذا بدك تطلع على المقام، اعلى درجة في المقام s تكعيب، تضرب البسط والمقام في s قوة ناقص 3، فعشان تلغي بتصير 1. لاحظ هذا بتصير 1 مباشرة، هذه بتصير عندك 8 في s قوة ناقص 1، لانه s تربيع في s قوة ناقص 3 بتصير 8 في s قوة ناقص 1، وانا بصير عندك 16 في s قوة ناقص 2، وانا بصير عندك 6 في s قوة ناقص 3. هذا في المقام. طب في البسط، في البسط بصير عندك 2 في s قوة ناقص 1، لانه هذه s تربيع في s قوة ناقص 3، بعدين 8 في s قوة ناقص 2، بعدين 6 في s قوة ناقص 3. بيطلع معك هذا هو شكل الترانسفير فانكشن، ولاحظوا هذا وهذا متكافئين، يعني هذول مش مختلفات عن بعض، هذا وهذا نفس الترانسفير فانكشن. طيب الان بعد هيك بقول لك استعمل الفيز فاريبل كانونيكال فورم، يعني بدك ترسم هذا الترانسفير فانكشن باستخدام الفيز فاريبل كانونيكال فورم. طيب بتيجي تطلع هون في عندك ثلاث انتجريترز، لاحظوا اس تكعيب، في عندك ثلاث انتجريتر سوري اس 2 ماينس 3، يعني ثلاث انتجريترز، والست هاي كمان مقطع، هاي اربعه وواحد من احتياط خمسه، فبتيجي بتحط ست دوائر، 1 2 3 4 5 ست دوائر، يعني خمس مقاطع، هاي 1 2 3 4 خمس مقاطع. على الاول بنكتب 1 لانه بنستعمل الفيز فاريبل كانونيكال فورم. الان هون بنحط s 2 ماينس 1 او 1 على s، 1 على s، 1 على s اللي هن ثلاث دول، وبعدين الستة، هي الستة حطيناها. طيب اللي بعده لاحظ اللي 8 في s قوة ناقص 2، فانت هون بتيجي هذه 1، هذه 1 على s، وهذه كمان 1 على s، يعني صار عندك s قوة ناقص 2، وبعد من هون بتقفز هاي القفزة وتحط عليها 8، هذا بيعطيك 8 في s قوة ناقص 2. يعني بمعنى يا شباب لاحظوا انه هذا عندك هون اللي هو هذا المقطع اللي هو الفورورد باث الاول، ولاحظ انه هذا اللي هيك هيك هذا الفورورد باث الثاني، ولاحظ انه هذا هو الفورورد باث ثالث. فعندك هذه 3 فورورد باز بيجي وضعها مثل ما انت شايف هيك رسمتها. طيب بعدها بترسم الفيدباك لوبس، بتبلش من عند اول انتجريتر على جهه الشمال هون، وبترسم الفيدباك لوبس. لاحظ انه هون عندك 8 في اس قوه ناقص 1 اللي هو هذا اللوب، واللي بعدها عندك 16 في اس قوه ناقص 2 اللي هي عبارة عن هاي اللوب، واللي بعدها في عندك 6 في اس قوة ناقص 3 اللي هي هذه اللوب، هاي اس قوة ناقص 3 وناقص 6، فبيطلع معك هاي اللوب سلم. طيب الآن بعد ما رسمته بتيجي بتحدد وين ستيت فاريبلز، فلاحظ هذا اخر انتجريتر، هون بتحط اكس 1 طبعا، هون او هون بتفرقش هون لانه هذا سيم خارج زي ما انتم شايفين، هون بتحط اكس 2 وهون بتحط اكس 3، او يعني هاي الدائره انا بسمي اكس 3 هون، هون بسمي اكس 2 وهون بسمي اكس 1، ما بفرق معك. الان معناته هون اكس 1 برايم، وهنا اكس 2 برايم، وهنا اكس 3 برايم او دوت. بعدها بتكتب المعادلات، لاحظ اكس 1
دوت بتساوي اكس 2، اكس 2 دوت بتساوي اكس 3، اكس 3 دوت تراها هون بدك تنتبه لها، هاي الاكس 3 دوت بتساوي ناقص 6 اكس 1 ناقص 16 اكس 2 ناقص 8 اكس 3 زائد اليو اوف تي 1، فبتطلع معك الاوتبوت هون لاحظ الواي اوف تي بساوي 6 اكس 1 زائد 8 اكس 2 زائد 2 اكس 3. ايوه تحت ايوه واي اوف تي بتساوي 6 اكس 1 زائد 8 اكس 2 زائد 2 اكس 3. الان مهم جدا انك تبقى تقدر تعوض او تحول هاي الايكويجنز للماتريكس فورم. لاحظ عندك هون اكس 1 اكس 2 اكس 3 دوت 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 كلهم بتساوي، لاحظ السطر الاول عندك 0 1 0، السطر الثاني 0 0 1، والسطر الثالث هو عباره عن ناقص 8 ناقص 16 ناقص 6. بس هون لاحظ لازم ارتبهم، هاي منيح اللي انتبهنا لها، لازم في البدايه معامل اكس 1 اللي هو ناقص 6 اكس 1، خلينا بس نطلع على الفيجر، لاحظوا ناقص 6 اكس 1 ناقص 16 اكس 2 ناقص 8 اكس 3. فاذا كانت عندك المعادله مكتوبه بهي الصوره الافضل لك تراعي الترتيب وتعيد كتابتها عشان ما تخربش. تعيد كتابتها تقول اكس 3 دوت بتساوي اول شيء تحط معامل اكس 1 بعدين معامل اكس 2 بعدين معامل اكس 3. واذا ما بدك تعيد كتابتها بدك لما تعبي الماتريكس تنتبه انه هذه عندك ماينس 6 اللي معامل اكس 1 ماينس 6 بعدين ماينس 16 بعدين ماينس 8. طيب في اكس 1 اكس 2 اكس 3 زائد 0 0 0 اللي هو اليو 1، لاحظوا هذه ما فيها يو، هون عندنا ما في يو، هون في عندنا يو، فبيطلع معك 0 0 1 في يو اوف تي. طيب هيك بتكون كتبت ستيت ديفرنشال ايكويجن ان ماتريكس فورم، وهذا الاوتبوت كتبناه هاي المعادله، وهذا عندك هون في الماتريكس فورم، هذه مكتوبة في الماتريكس فورم لاحظوا، يعني بتاخذ عن 6 و 8 و 2 بعدين اكس 1 اكس 2 اكس 3. طيب الان هون حتى نكمل، بعرف الوقت انتهى بس بدي ازيد كمان شوية وقت عشان برضه تعويض وبخلصكم ان شاء الله اليوم بعد شوية بس اخلص هذا الاكزامبل. طيب لاحظوا هون الان ذا سيجنال فلو جراف باستخدام الانبوت فيد فورورد، لاحظوا في الانبوت فيد فورورد حطينا كمان ست دوائر، هاي واحدة اثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة، نسوق من هذول الصغار ما في لهم داعي. بعدين حطينا يعني خمس مقاطع، المقطع الأول بلشنا في الستة هنا والثمانية واثنين، هون في عندنا الانتجريتر الأول والثاني والثالث والواحد في الآخر هذه. ولاحظوا بلشنا هذا الأول فورورد باث اللي هو هذا، ولاحظوا الفورورد باث الثاني اللي هو هذا اللي هو قيمته 8 في اس كو ناقص 2، ولاحظوا الفورورد باث الثالث اللي هو هذا اللي هو 2 في اكس كو ناقص 2 في اس كو ناقص 1. الفيدباك لوبس لاحظوا هذا الفيدباك لوب الاولى وهذه الفيدباك لوب الثانية وهذه الفيدباك لوب الثالثة هيك، فبيطلعوا الكل مشترك بهذا المقطع، كل الفورورد باث والفيدباك لوبس مشتركة في هذا المقطع تمام. الآن لما بتيجي بدك تعمل ستيت فاريبلز نفس الشيء، المخرج هون بتسميه اكس 1 والمخرج هون بتسميه اكس 2 من هذه والمخرج هون بتسميه اكس 3 ساكن من هذه. طيب معناته المداخل هون اكس 1 دوت وهون اكس 2 دوت وهون اكس 3 دوت. الان بعد تكتب الايكويجنز لاحظ انه الاكس 1 دوت اللي هون بتساوي ناقص 8 اكس 1 زائد اكس 2 زائد 2 يو، لاحظ ناقص 8 اكس 1 زائد 2 اكس زائد اكس 2 قصدي عفوا هاي اكس 2 زائد 2 يو. طيب هاي مكتوبه هيك بالترتيب اللي معامل اكس 1 بعدين معامل اكس 2 اكس 3 ما هو في الصفر في الشنديف فبعدين اليو. الان كذلك الامر بتكتب الايكواجنز، لاحظ اذا بدك تكتب هون الاكس 2 دوت هاي هون
بتساوي ناقص 16 اكس 1 زائد اكس 3 زائد 8 يو اوف تي، وهون الاكس 3 دوت هاي بتساوي ناقص 6 اكس 1 زائد 6 في يو اوف تي. فبيطلع معك هذا الوضع، هاي الايكويجنز. ولاحظ بتحطها في الماتريكس فورم، وضروري جدا تعرفوا كيف تنكتب الماتريكس فورم هذه من المعادلات، من هاي المعادلة وهي المعادلة وهي المعادلة، بيطلع الماتريكس فورم. وبعد الاوتبوت لاحظ الاوتبوت هنا اللي هو y بيساوي x1 فقط، y of t بيساوي x1. طبعا بسيطة انك تكتب ال y of t بتساوي x1، بس مهم انك تقدر تكتبها في الماتريكس فورم ايضا، اللي هو y of t بتساوي 1 0 0 ضرب في x1 x2 x3. تمام يا شباب، هيك بنكون حلينا الاكزامبل. ولاحظوا انه state differential equations يعني هذه والاوتبوت اللي هون طلع معنا هذا. في هذه الطريقة اللي هي طريقة التمثيل اللي أمامنا اللي هي هذا الانبوت فيد فورورد كانونيكال فورم، بتختلف تماما هاي الأشياء عن ستيت ديفرنشال ايكويجن اللي طلعت معنا هون، وأنا طلع معي شيء ثاني. فلذلك مش بالضرورة إنه يطلع عندك تمثيل واحد لأي نظام. أي نظام في له جاست وان سنجل ترانسفير فانكشن، ولكن ستيت فاريبلز ممكن يطلع عندي مجموعة من ستيت فاريبلز. في أسئلة يا جماعة؟ طيب إذا ما عندكم أسئلة بقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نلتقي إحنا وياكم بعد العيد بإذن الله. يلا السلام عليكم. الله يعافيكم.